اليوم حاضر في الندوة الوطنية لحماية المناخ ولتغيير المناخ. نعرفه اليوم في جميع أنحاء العالم هو أصبح الشغل الشاغل متاع جميع المجتمعات والنخبات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية حول الوضع الحالي للمناخ. نعرفه اللي مشاكل المناخ اليوم عندها تأثير على جميع وانعكاسات على عديد الأشياء، منها على التنمية المستدامة ومنها على التنمية الفلاحية والأغذية والتغذية وغيره، وعلى القطاع الزراعي اللي فما الدراسات أثبتت اليوم أنه تغيير المناخ سيؤثر بتقليل من الانتاج والمنتجات الفلاحية بما يقارب يوصل حتى 20%. نعيش في تونس اليوم فترة جفاف مياه وغياب الأمطار، نعيش في فترة كاسحة برشا، ونشوفوا كل الوضع الحالي متاع البلاد متاعنا اللي هو هذا متسبب فيه المناخ ده. اليوم في الندوة هذه شنية المخطط الوطني والاستراتيجية الوطنية اللي باش تقوم بها الدولة مع الشركاء متاعها اللي هم البلديات؟ نعرفوا اللي حتى حد ما يجي ينكر دور البلديات في التصدي والعمل لمقاومة المناخ. احنا اليوم في البلديات نعملوا في على الطاقة المستدامة والطاقة البديلة اللي هي باش تنقص من حرارات غازات الأكسيد الكربون وأكسيد الميثان، ونعملوا على التشجير وعلى جمالية مدينة داخل. يعني عنا عمل واضح، لكن اليوم لازمنا نبلوروه ونطوروه في إطار حماية المناخ بالتنسيق المشترك مع والوزارات المعنية كوزارة البيئة والمؤسسات الحكومية، بالتنسيق المشترك باش يكون عمل موحد حسب الاتفاقيات والاشتراك ولا والاستراتيجيه نتاع الدوله. من نجمو يلزمنا اليوم نخدموا على معالجه المياه وتوفير المياه، كما مثلا على عندنا التخطيط العمراني والتاي العمراني يلزم تراعي عيش الحيوانات والكائنات الاخرى معنا كالحيوانات الاليفه والغير اليفه والحشرات والزواحف وغيرها. هما كيان يلزم يكون موجود على الارض. الارض ما خلقتش كان للانسان، خلقت للانسان والحيوانات، الحيوانات هما اللي يخلقوا التوازن الايكولوجي وغيره. يعني عندهم دور فعال في البيئه، وهذاك علاش لازم نحافظوا عليها. دور اليوم البلديات اليوم باش تفرض كما نقولوا في البنايات الجديده والرخص البناء، انه كل دار نرجع للسيستم القديم الماجر والفستقيه. واكبر دليل انه تاريخيا فما نحكيوا على الفستقيه القروان، علاش عملوها؟ عملوها باش يلمدوا الماء ويجمعوا الماء. يعني موضوع شائك من اصل من زمان من سنوات. اليوم لازم نرجع بالتوالي في الحفاظ على المناخ، خاطرنا ديما نقول ونعودها اليوم احنا حاجتنا بالطبيعه، الطبيعه ما حاجتهاش بينا. كما نقولوا السماء الزرقاء والحقول الخضراء والمياه ترقرق والعصافير تزقزق، الناس الكل نحبوا نمشيو نرميو وروحنا في احضان الطبيعه ونكونوا في المناطق هذه، لكن هل الطبيعه تريد ان ترمي نفسها في احضان البشر او لا؟ الحياه فهم، الحياه فهم زهره الحياه.